السلام عليكم. أي سوف نشرح أفضل التطبيقات لصناعة الرسوم المتحركة. نعم، إنه حقا مذهل جدا ومن يعني تستطيع كل ما نقول كتني كي غربانة بلا اللي تجاه الفيديو مصيبة صافي. المهم، أفضل تطبيق لصناعة الرسوم المتحركة سنشرحه اليوم. حتى لو جربت الكثير سوف تجد بأن هذا التطبيق يعد من أفضل وأسهل طريقة لتقوم بصناعة الرسوم المتحركة. تابعوا معنا هذا الشرح ولا تنسونا من لايك واشتراك للفيديو. إذا هذا هو التطبيق الذي سوف نشرحه، اسمه فليبا كليب. إذا هو ديك التطبيق لتعديل الرسوم، نكليك كيف أوبن، نضغط أوبن. إذا ما تدخل أول مرة سيطلب منك أن تقوم بإدخال عمرك. بعد ذلك إذا في المرة الأولى تكشمت هذاك الناس كل عمرنك، من بعد وإذا نزرت تشكت البارتياد ولا زونتيكا أو لا. هذه مثلا ضغط مثلا على زائد هذه، ونضع اسم المشروع. هذا ليس مهم، الباك جراوند هي الخلفية، يمكنك أن تضيفها لاحقا لا مشكلة. هنا الفورمات، تختار مثلا الفورمات يعني الدقة، دقة الصورة ممكن أن تتركها في 720، ولكن الأشد يعني الجودة العالية هي 1080. وأيضا هنا مقاسات مثلا للتيك توك، ومقاسات أو الانستغرام، عندك مقاسات التيك توك الحجم الذي تريد أن تعمل عليه. ثم هنا الاف بي اس، هذا مهم جدا. الاف بي اس مهم جدا، لان اف بي اس ومن لا يعرف الاف بي اس هي عندما نقوم مثلا حركه معينه في الرسوم المتحركه، فهي تتكون من عده صور، وهذه الصور يطلق عليها الفريمات. الفريمات 12 اف بي اس يعني عدد الفريمات في الثانيه. عندما تضغط عليها يقول لك مثلا تختار عدد الفريمات في الثانيه، سوف تلاحظ هذه الكرة كلما نزلنا سوف تزداد السرعة. طبعا الفريمات، الشيء الذي لا يعرفه أغلب الأشخاص هو أن هذه الفريمات تضعها حسب الحركة، يعني عندما تكون لديك حركة سريعة تقوم بتغيير الفريمات إلى السرعة، وعندما تكون لديك حركة بطيئة تقوم بتغيير الفريمات مجددا كي تصبح بطيئة. نختار 5 4 3 إلى غير ذلك. المهم، إذا هنا نحن سنتركها في 12 مثلا كما كانت. نضغط على create project. إذا الفريمات اللي سنا الفريمات درت نتبادلت على حسب الحركة، ماني كتلقى مثلا دركي كر الحركة مثلا تسربي، يعني تسكرت الفريمات ارتسكرت 20 ولا كرا الفريمات يقونين. اما يغدو يربي تريتي في التوصل خاطر ارتسكرت غير يعني 2 فريمات في الثانية، 3 فريمات. اذا هذه هي الواجهة، يعني واجهة بسيطة جدا. اذا ضغطنا على هذا الخيار الموجود بالاعلى لدينا هنا البروجكت سيتينج اللي هي الاعدادات، المكان الذي كنا فيه سابقا، كي تقوم بتغيير إما الخلفية الباك جراوند أو الفريمز. إذا هذه الأونيون سأشرحها لكم بعد قليل. ماجيك كات هنا لكي تقوم بحذف الخلفية، ماجيك كات مساحة الخلفية. هذا إيماجي غرانت لوحت صغيرة، هذا فيديو غرانت لوحت الفيديو صغير. إذا لديك هنا فرصة لترسم مباشرة وتمسح إما بالسهم أو بالممسحة، او فقط اختفر دغيا دي ديسكوفر راك ديالك. يعني هنا التدريبات، ولدينا هنا التمبلايتس يعني الاشياء اذا كنت تريد ان تقوم بالتعديل عليها هكذا. وتعود بالسهم بطبيعة الحال، هنا لديك مثلا ترسم مثلا هنا مثل الاوراق، كانك ترسم في الاوراق. هذه اللايرز، ليس اللايرز، الفريمات مثل الاوراق. مثلا هذه الورقة الأولى، هذه الورقة الثانية، وهذه الورقة الثالثة، وهكذا أنت ترسم الحركة، هي تتحرك يعني بسهولة جدا. لكن كما نرى كما نعرف بأن هذه الطريقة يعني أغلب التطبيقات القديمة كانت تعمل بهذه الطريقة، الشيء الذي كان متعب جدا في صناعة الرسوم المتحركة. لذلك هذا البرنامج فيه طريقة أخرى للتحريك،
يعني ليس فقط بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة متعبة جدا إذا كنت تريد أن تنشئ الأنمي، يعني وتحتاج صبر كبير كي تنشئ الأنمي بهذه الطريقة. يعني هذه الطريقة تسمى فريم باي فريم، هذا يستعمل يعني فريم باي فريم ولكن بطريقة أخرى، يعني جد أراها جد سهلة وجيدة، وسوف تمكنك من صناعة الأنمي بسهولة. إذا عندما نضغط على هذه الفرشاة يمكنك أن تضغط هنا وتختار نوع الفرشاة التي تريد أن تعمل بها، يعني هنا نوع الفرشاة، وهنا تختار حجم الفرشاة كما ترى 18 PX و23 PX. كلما كبرت من الحجم، ولدينا كذلك هذه تمسح بها، يمكنك أيضا نفس الشيء هي إذا ضغطت عليها هنا نوع المسح. إذا عندما نزيد المساحة هذه يكون المسح بهذا الشكل، يعني يكون خفيف، مسح خفيف، تريد أن يكون المسح قويا وغير ذلك. ولدينا هذه أهم شيء في هذا التطبيق، أهم شيء هو هذه الأداة، هذه الأداة هي التي تمسح بها وليس لاغوم، لا ليس الممساحات، بل تمسح بهذه الأداة، تستطيع أن تمسح بها أي شيء. انظر، تقطع بها أي شيء وكيف ما تريد، حتى إذا تريد أن تضغط أن تقطع هكذا سوف تقطع هكذا، تريد أن تمسح أي شيء تمسحه هكذا، يعني بسهولة، يعني مهمة جدا. وإذا ثم لدينا هذه الخاصة بالرسم، إذا تضغط عليها تختار درجة وضوح اللون، هنا تختار الألوان، لديك هنا عدة أشكال من اختيار الألوان، هكذا أو هكذا، تختار الألوان التي تريد هكذا، حتى أنك يمكنك أن تقوم ب مثلا هكذا تلوين الخلفية مثلا. تضغط هنا تختار هذه الأداة الموجودة بالأعلى، وهذه تختار بها اللون الذي تريد، تزيد ألوان أخرى مفضلة هنا، أنا أختار لون معين يعني بكل بساطة، وهذا التكست يعني كي تضيف النص. باقي ضغط انسخت سوف يظهر هنا يوكاغي، سأختار نوع الكتابة هنا، أستطيع أن أختار حجم الكتابة من هنا أو فقط هكا بإصبع يحرك الكتابة بهذه الطريقة. الآن ننتقل إلى شيء آخر مهم جدا، إذا كما ترى ظل هذا الشكل، هذا فقط يريك يعني ظل الشكل الأول إذا كنت تريد أن ترسم عليه، إذا كنت تريد مثلا أن ترسم، إذا ما الذي يتحكم في هذا الظل، إظهاره أو عدم إظهاره؟ إذا ننتقل إلى شيء آخر مهم جدا بهذا البرنامج وهو المسطرة. نعم يوجد لديك المسطرة هنا كي ترسم أي شيء، نفترض أنك تريد أن ترسم مثلا، نعم لا ننسى أنك تستطيع أن تحرك أيضا المنصة، يمكنك تقريب أيضا إذا كنت تريد أن ترسم بشكل معين يعني بدقة. دعنا مثلا نفترض أنك مثلا تريد أن ترسم دائرة، استعمال المسطرة ماذا تفعل؟ فقط تقوم بهكذا، هي تلقائيا تقوم ب أنت فقط تقوم بتدوير إصبعك وتقوم بإرسال يعني رسم دائرة لك كما تريد. نفس الشيء إذا قمت بإعادة الرسم فهي ترسم لك دائرة، بطبيعة الحال تستطيع كذلك إنشاء استعمال هذه لإنشاء يعني للرسم. أي شيء تقوم بوضع المسطرة سوف يقوم برسمه يعني تلقائيا، لديها استعمالات كثيرة. إذا ننتقل أيضا إلى شيء مهم جدا في البرنامج وهو هذه الأداة، سوف قد عدنا إليها مرة أخرى لأنها مهمة جدا. فنفترض مثلا أنك تريد أن ترسم مثلا كرة، كما قلنا كرة سيكون عليك رسم دائرة، إذا سوف نستعمل مسطرة، سنحضر مثلا سنحضرها إلى هنا ونرسم عليها دائرة. أوكي، أنا الآن رسمت عليها دائرة، إذا كيف نحرك هذه الكرة مثلا؟ نقوم بالضغط زائد هنا، سوف يفتح معنا ورقة جديدة، سوف نذهب إلى الورقة الأولى، أول فريم الأول، نقوم بهكذا،
عندما تقوم بهكذا لدينا ميزة مهمة جدا، هذه الخطوة أن تركز معها جدا. عندما نقوم بهذه الخطوة نقوم بكوبي، ننسخ هذه الحركة ونذهب إلى الفريم التالي ولصق، نقوم بلصقها. بعد ذلك تستطيع أن تحركها هكذا بكل بساطة. عندما تحركها هكذا فأنت الآن صنعت حركة، صنعت حركة. تأتي مرة أخرى إلى الثالث، باست، تنسخ أيضا، تحركها مرة أخرى. وتأتي إلى الرابع، باست أيضا، وتحرك. أصبحت لدينا حركة رابعة وهكذا. إذا رجعنا مثلا الآن كما ترى، فالكرة أصبحت تتحرك كما ترى ببساطة. إذا هذا أهم شيء، وطبيعة الحال لديها استعمال آخر مهم جدا، ليس هذا فقط، بل هذه الأداة تستطيع أن تحرك بها أي شيء. أيضا عند الضغط هنا لابد من جعل الاستبليزي 100%، حتى يكون الرسم جيد. هذه تختار ماذا ما يعجبك في هذا. أنا كاباسيتي هو مدى وضوح ومدى شفافية اللون. الآن كي أجعل هذا الإناء يسقط مثلا، يمكن نفعل هذا ببساطة. نأتي إلى هنا، نأتي إلى هنا، ننسخ الحركة مرة أخرى بنفس الأداة، يعني بكل بساطة هكذا. أنسخ الحركة، أضعه في الحركة التالية، باست. هنا الحركة أيضا مهمة جدا، تأتي هذه النقطة هو المركز الذي سيحركه الشكل. تترك مثلا هذه النقطة في العنق كي تحرك الرأس، وتضعها عند يعني في المفاصل كي تستطيع أن تحرك المفاصل. عندما تتركها هنا، انظر ماذا سيحدث. أنا حركت هذا الشكل، ثم أنسخه مرة أخرى، كوبي، أتي إلى هنا، كولي، ثم أحركه مرة أخرى، أحركه هكذا، ثم أنسخه مرة أخرى بهذه الوضعية، ثم أتي إلى هنا، أضعه هنا، نفس الطريقة، هكذا، وأحرك بسهولة، يعني لا أحتاج كي أعيد أن أرسم يعني كل شيء من البداية. مثل البرامج التي كانت، ما هي هنا يسقط كما ترون. بطبيعة الحال السرعة ليست مشكلة، يمكنك التعديل على السرعة كما قلنا، حتى إذا قمت بنقص عدد الفريمات الحركة لا تنقص. إذا ما هو الحل الذي ستقوم به؟ وهو أن تقوم بإضافة مربعات أخرى، يعني فريمات أخرى هكذا. مثلا تقوم بإضافة مثلا فريم آخر في هنا المرب، يعني الورق الفارغة. دائما تنظر إلى هذا كي ترى ما هو الفارغ والغير الفارغ. بطبيعة الحال يعني تضيف، تستطيع أن تضيف في الوسط، تستطيع أن تضيف دائما فريمات أخرى في أي مكان تريد. هي زائد، هي أضيفه مرة أخرى هنا. إذا ضغطت هنا أستطيع أن أضيف واحد آخر هنا. أيضا تستطيع أن تزيل أي واحد لا تريده مثلا أو لا تحتاجه. تستطيع فقط تترك عليه إصبعك ثم تضغط حذف. عندما تتجه إلى نهاية الفريمات إذا ضغطت على زائد، يمكنك أن تختار هنا كلون لاست فريم. مهم جدا هي الطبقات، هي الطبقات عندما تضغط هنا، هي لايرز. لايرز يعني عبارة عن طبقات. يمكنني مثلا أن أضع طبقة، وأسهل طريقة للقيام بأنيميشن بشكل أسهل وهو أن تقوم ب، ثم أضغط زائد، أضع هنا في الطبقة حركة الفم. ثم نسيني تفوس ذاتيك، نسيت حتى تنقط أنك تحل بلاصة المفاصل. إذا سنضع هذه في المفاصل مثلا، وأقوم بتحريك هكذا، هكذا نكون قد حركنا، قمنا بحركة. بطبيعة الحال مثل هنا عندما يحدث هذا الخلل مثلا، تستطيع أن تقوم بإصلاحه، تستطيع أن تمسح مثلا هنا
وتقوم بتعدين هكذا وتعدين. يعني هذا مثال بسيط فقط، يعني تستطيع فقط أن تحرك بهذه الأداة. وأيضا أسهل طريقة كي تقوم ب يعني التحريك بشكل أنت مرتاح فيه تماما، وهو أن تكون لديك كل حركة في صورة، مثلا صورة عندما يرفع يده، ثم الصورة عندما تكون يده يعني مقلصة قليلا، ثم تكون لديك صورة عندما تكون يديه يعني عاليا، إلى غير ذلك. وأيضا الصور عندما يجلس، عندما يوشك على الجلوس، عندما ثم تعبير الوجه، يجب أن تكون لديك صورة لشخصيتك، تحميل تعبير الوجه، كل تعبير يكون في صورة خاصة به. مثلا عندما يشعر بالحزن، عندما يشعر بالكآبة، عندما يكون سعيد، عندما يكون مصدوم، عندما يكون يغضب، عندما كل هذه التعابير يجب أن تكون في صورة خاصة بها، كي أنت فقط تذهب إلى البرنامج وتضيفها مباشرة، فتقوم بالتحريك يعني بدون الحاجة للرسم. يعني دائما ترسم، وهذا سيكون صعب أن تقوم دائما بالرسم من البداية. طبعا هنا في طبقات تستطيع أن تغير لها الاسم، مثلا هنا، وأيضا هذه الطبقات مثل الأوراق، أيضا هذه مثل الأوراق، يعني هذه الطبقات مثلا إذا وضعت دائما الطبقة الأولى هي التي ستكون فوق الشكل، والطبقة التي وراءها هي التي سوف تظهر تحت الشكل أو وراء الشكل. لذلك يجب دائما تعرف هذه القاعدة. مثلا هناك تضع مثلا طبقة خاصة بالخلفية وأشياء أخرى إذا أضفتها في الخلفية إلى غير ذلك. بالنسبة لطريقة إضافة الظل، هناك طريقة يستعملها، يعني تستعمل فقط ذكاؤك الخارق. من هذه يعني هذه الطريقة تكون أسهل لرسم يعني ظلال الشخصية. يمكننا كذلك يتخذون على الطبقة، يمكننا القيام بزيادة الشفافية ونقص الشفافية. هذه تستعملها عندما يكون لديك هي لونين، يعني لون خلف لون آخر، يعطيك تأثيرات أخرى جيدة وجميلة. نمر إلى موضوع رسم الشخصية. ينقسم رسم الشخصية إلى عدة أقسام. لديك القسم الأول اللي هو أن ترسم الشخصية بيديك، يعني ترسمها من داخل، يعني هذا البرنامج فقط بإصبعك هكذا ترسم الشخصية التي تريد، أو تقوم بتحميل الشخصية. هناك صور شخصيات أو مواقع تحميل شخصيات تستطيع أن تقوم بتحميلها، بعد ذلك تقوم بتحريكها والتعديل عليها، يعني والتعديل على حركتها إلى غير ذلك، أو تقوم يعني بتحميلها وتقوم بتغيير ملامحها واستعمالها كشخصيتك الخاصة طبعا. إذن أو هناك أيضا طريقة أخرى، وهي تحميل شخصية والرسم فوقها، يعني الرسم عليها كما سوف. مثلا إلى جوجل كتبنا روكلي 2D كريون، كريون يعني قلم الرصاص. إذن ثم لدينا هذه الصورة، مثلا دعنا نجرب الصورة، نقوم بتحميلها. إذن سوف نتجه إلى هذه النقطة بالأعلى، سأختار هذه الصورة، الآن سأقوم ب يجب أن أقوم بتكبيرها هكذا بكل بساطة. عندما تقوم بتكبيرها، إذا هنا يأتي دور، إذا كنت تريد أن تقوم بنزع الخلفية غالبا قد لا تشتغل عندك. عندما تشتغل عندك تكتب PNG، يعني تكتب صور شخصيات PNG، يعني التي ليس لها خلفية، ليس لها خلفية، وتقوم بتحميل برامج أخرى خاصة بإزالة الخلفيات. فقط تكتب PNG، سيظهر لك الكثير من البرامج تقوم بنزع الخلفية عن الصورة. المهم سوف تكون لدينا هذه الصورة هنا، دعني أقوم بزيادة أحد
فريمات الفارغة. كما ترى أصبح لدينا الآن هنا في الفريم الثاني، أو الفريم الأول فيه الصورة، الفريم الثاني فيه نسخة للصورة. إذن هنا أستطيع أن أرسم فوقه، أستطيع أن أرسم فوقه مباشرة. سوف تستعمل. إذن هذا كمثال بسيط، يعني أنا لدي هذه الشتاء واسعة جدا، سوف أقوم ب جعلها رقيقة هكذا هكذا مثلا. سوف أقوم بها هكذا مثلا. أوكي، أنا فقط أعطيك مثال هنا وأنت سوف تقوم بالباقي هكذا مثلا. تستطيع أن تقوم بهذه الحركة. أرأيت تستطيع أن ترسم حتى نصف دائرة بهذه المسألة. تحريك صورة أوروكلي، أستطيع أن أحركه، نضع النقطة هكذا. دعني الآن أحمله كله، أنسخه وأضعه هنا وأحركه مرة أخرى هكذا بنفس الطريقة. الفريم التالي أتركه كما هو. سنلاحظ بأنه أصبحت لدينا حركة. أيضا تستطيع أن تقوم بتقريب الفم والتعديل عليه بالشكل الذي يناسب. بإمكانك أن تقوم بهذه الحركة هكذا. ننتقل الآن إلى شيء أيضا مهم جدا، وهو كيف أحرك الفم، يعني كيف أتحدث كأن الأنمي هو الذي يتحدث. كيف أفعل هذا؟ إذا كيف نفعل هذا؟ طبيعة الحال إلى هنا نرسم مثلا شخصية. إذا أول شيء أقوم به سأسجل الصوت أولا. أضغط على علامة الموسيقى هنا، أوكي، وأضغط هذا زائد، نعم زائد، ثم أوديو ريكوردر يعني تسجيل الصوت. تترك إصبعك هنا وتتكلم. إذا أصبح لدينا الصوت ونستطيع أن نقوم به هكذا. أوكي، والآن نعود إلى المشهد هكذا ونضع، نستطيع أن نحركها طبعا ونضعها في البداية. إذن هذا المقطع الصوتي في 26 فريم. إذن ضغط على 26 وأقوم باختيار مباشرة فريمات، وسوف أقوم بنسخ هكذا. وأتي إلى هنا ضغط كأنه تكلم يعني، وأتي إلى الثالثة. الثالثة سأتركها هكذا وأذهب إلى الرابعة وأغير مرة أخرى من شكل الفم. كما ترى أصبحت لدينا حركة يتكلم. بالنسبة للتعامل مع الفم، يمكنك أن ترسمه بيدك أو تقوم بتحميله. إذا تذهب إلى جوجل تكتب موت شارت PNG مثلا وتختار هنا نوع حركة الفم التي تريد. أنا نختار أي واحدة هنا كي تكون PNG. يجب أن تدخل الموقع وتقوم بتحميلها من داخل الموقع كي تكون بصيغة PNG. فهكذا مثلا لدينا يعني صورة فيها أنواع الفم. أنا رسمت هذا الشكل. يمكنني أرنش إلى هنا وبكل بساطة أقوم بحمل هكذا وأضغط نسخ، وأتي إلى هنا أضغط باست. أستطيع أن أضعه هنا بكل بساطة وأصبح لدي فم. وأقوم بنسخ هذا مثلا بين الفريم الثاني ونسق بعض هذا، وهكذا سيصبح لدينا حركة. هو يتكلم. استطيع أن تنقل من الصورة وترسم الفم الذي تريد. إذا المهم هنا هو دائما تترك حركة الفم حتى نهاية الحركة، حتى نهاية التحريك، ثم تضع له حركة الفم كي يكون الرسم احترافي. فتستعمل الطريقة يعني المعروفة عن الرسم، حين ترسم زائد هنا كي تحدد مناطق
الفم إلى غير ذلك، يعني الشكل الذي ترسم به غالبا في رسومات الأنمي وغيرها. وبالنسبة للفريمز، هذه الفريمات التي نزيدها هنا، كلما زادت عدد الفريمات كلما كانت الحركة أكثر واقعية. دائما يجب أن تعرف هذه المعلومة. إذن أعتقد أن هذا كله. إذن هكذا كي تخرج العمل الخاص بك، تضغط على ميك موفي، تضع له اسم، ثم تضغط على ميك موفي، وهذا مثال بسيط. إذن كان معكم يوكادي، لا تنسونا من الاشتراك ووضع لايك للفيديو وانشره مع أصدقائك، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.